12 شاحنة مزودة ب 125 طنا من السكر و 63 طنا من الأرز انطلقت صبيحة اليوم لتصل في غضون 3 أيام إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. القافلة التضامنية أطلقها الهلال الأحمر الجزائري لتخفيف العبء نتيجة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب الصحراوي. اللاجئين الصحراويين المتواجدين في تندوف منذ 1976-75 يعانون الآن من قرار تعسفي للمانحين المتمثل في تقليص المواد الغذائية، وهذا القرار طبعا له تداعيات على الأوضاع الصحية خاصة للأطفال، النساء، المرضى، الشيوخ، الحوامل. تقليص المساعدات الأوروبية قرار جاء ليؤزم الوضعية الإنسانية والصحية للشعب الصحراوي، وتقييم الاحتياجات من قبل مفوضية اللاجئين لم يصل إلى سد الحاجيات الغذائية، خاصة وأن نسبة الاستجابة للتقييمات لم تتجاوز 48%. تقليص المساعدات الأوروبية لصالح اللاجئين الصحراويين من 17 مليون أورو سنويا إلى 9 مليون أورو تؤثر فيه عوامل سياسية أكثر من غيرها، لأنه الاحتياجات بينة ومعترف بها من طرف مجموع الشركاء من هيئات متحدة من منظمات غير حكومية، وبالتالي ليس هناك ما يبرر تقليص هذه المساعدات. المساعدات الإنسانية تأتي تضامناً مع الشعب الصحراوي وما يعيشه من انتهاكات من طرف الاحتلال المغربي في خطوة ليست بالأولى لمساندة شعب يعاني ويلات الاضطهاد.